حان معاد الجوكر. أدب والسؤال هو أديبة عربية مؤلفة رواية حبي الأول، فمن هي؟ سحر خليفة. بمنتهى الثقة. لسه سألناها امبارح، سألتهم عليها امبارح. عندنا ثلاثة أدب ما شاء الله. قول لك يا مروة، أنت خطفتي الجوكر من كلاوديا. أنا وهي واحد يعني، ما احنا كنا مذاكرينها أصحابه وفريقه كده يعني. إجابة صحيحة. طبعاً أديبة فلسطينية مهمة جداً جداً. طبعاً بتسلط الضوء في الرواية عن الحياة في فلسطين. بنحييها وبنحيي الشعب الفلسطيني العريق.